ازيك يا كوتش؟ الحمد لله على السلامه. ازيك انت يا خوليو؟ الله يسلمك. ايه ده؟ لقمه كده على الماشي. الله، انت باين عليك مضروب قوي. رجعت للصندوق تاني؟ اعمل ايه؟ ما لقيتش صنعه غيره تاكلني عيش. ها؟ هنروح ولا هنعدي على الحوش؟ هنشهر على الخواجه مش رايق الاول يا خوليو. يا عم انسى العالم دول بقى. انسى ازاي يا خوليو؟ دول سنتين. ولا انت نسيت؟ الدنيا ضيقه مش رايقه. مرزوق؟ حتى انك ما بحلق لي كتير مش هتعمل معانا واجب ولا ايه؟ تلاتة دوب لي اجليطس. اتفضل اتفضل. بلاش السايب. خليها ازازه اكليطس. كتر المزه اكليطس. اخدهم مزه ياما. اهلا وسهلا. انت خرجت من السجن كيف؟ كان نفسك افضل هناك على طول؟ لا انا هو ازاي ده يا ولد العم؟ وراس ابوي وراس ابوي ربنا وحده يعلم انت قطعت بيا كديها. بس انا علم انك واخد ثلاث سنين. طلعت بتلتين المده. حسن السر واسلوب. شفت الاخلاق بتنفع ازاي؟ بقول لك ايه يا سي مرزوق؟ اوعاك تصدق الكلام اللي بيقولوا عليا ولاد الفرطوس دول. كلام ايه؟ ان انا يعني وزيت عليك ولا حاجه؟ انا مستعد احلف. يا راجل معقول اخليك تحلف وركبك ذنوب؟ ايه ايه ايه؟ عنك انت. حاسب ومرزوق. خير خير. درعوا الخمر من عماهم قالوا الخير جاهم. همني جمال ناس وهي شرب الحرج يا رجالة. شرب الحرج. زمانه حزين رزين. على الخمارة اللي اتحرقت؟ لا، على الإزازة اللي اتدلقت. الله يا عبد الله. يلا دول عشاني؟ لا، عشان ابقى خفيف. يلا انت اللي كان لازم تدفعي. عسل اسود وحلاوته حلاوه. ايش تخوليو؟ بخير يا كوتش. يلا مش هتقوم؟ انا قايل. ده انت اللي قايل. اه ده حلاوه قوي.
طيب. خد حق الحريق. بدون يا كوتش. الباقي تمن توصيل خوليو. بس ده كتير. ولا كتير ولا حاجة، أنت عايز تلاتة عشان تعرفوا تشيلوا مربع. السير بس ما تقتلوش، انا هخلص عليه بمزاجي. مش مرجاله برضه. انت هتخطب، روح لحالك. روح كده كرمش السويتر. خلص عليهم يا ولد، خلص عليهم. هم الجيش دول Thank you.
شكل غيرك. ما يغرق، هو بتاع ابونا. امال بتاع مين؟ واحد كالعرقي حرقت قلبه عليه. ايه ده؟ كده تحرق قلبي انا. وده بقى بيشتغل بايه؟ بالكبريت؟ لا حلو. بركات الدمنهوري. مرزوق. الدمنهوري برضه؟ لا الكوتش. اه. قول لي العالم دي كانت رقبين لك ليه؟ حرقت خمرت مشريه. يا نهارك ابيض ليه؟ وزع عليها البوليس، خدت 3 سنين. مخدرات؟ لا شريط اسبراكس. انت بتبرشم يالا؟ ده اللي انا قلته للقاضي. قوم بينا. قوم. هنمشي في الشارع كده؟ لا خطوتين ونوصل بيتها. ده مش سبب كافي يخليك تجيلي في ساعة زي دي وانت لابس بالشكل ده. لو حد شافك من الجيران دلوقتي يقول عليا ايه؟ عمل ايه يا سعادة البيه؟ ملياش حد اشكيله غيرك انت يا سعادة البيه، بتتخرب. تستاهل تستاهل. 50 مرة قلت لك تلاقي الناس اللي تشتغل معاها، قلت لك ما تتصرفعش على الفلوس. حصل ولا ما حصلش؟ حصل يا سعادة البيه، وده في البيه دلوقتي يا سعادة البيه. اوكي ولاد السبعة منين دلوقتي؟ خلاص خلاص خلاص، ما ولادك ولا زفت. بكرة هبعت لك باكوين عشان خمر الزفت اللي اتحرقت بتاعتك دي، كفاية؟ ايه؟ ايوه يا حبيبتي ايوه. مش عارف انام، ممكن توطي صوتك شوية؟ حاضر حاضر يا حبيبتي. يلا يا سيدي دلوقتي اتفضل السعادة بقى اتفضل. طيب وهنعمل كيف؟ هتسيب مرزوق ده يا سعاده البيه من غير ما اخد طاري وبرد نار يا سعاده البيه؟ تفتكر اعمل لك ايه؟ امسك شومه واقف استناها على المصيف؟ لا يا سعاده البيه، بس كلمتين منك للبليص يرجعوه تاني في السجن مطرح مكاني يا سعاده البيه. زهر جميل في عقلك. اتعودت بعد 25 سنه محاماه نقد وابرام اوسخ نفسي مع اشكال بالشكل ده؟ طب وانا اجيب راسي كيف دلوقتي في المحل يا سعاده البيه؟ انا رحت خالص. انا معرفش معرفش مش شغلي. واسمع يا مشري. عاوز تشتغل معايا لازم تستنى نضيف، اسمك يبقى زي البيرلانت. لو البوليس رجله جت على الخماره وعرف سكتك ما تدرنيش. فاهم؟ فاهم يا سعاده البيه، بس الولد دول حسن. امين بقول لك ايه؟ مش عارف انام. اتفضل اتفضل دلوقتي يا اخويا اتفضل. سعاده البيه لما ارد بيه وما شوف دي على مقاسك. ما عندكش حاجه تتاكل؟ العافيه يا سي بركات. الله ده انت عندك ناس غرب. ما غريب الا الشيطان. ده صاحبي يا بت. ازيك يا نعيم، عايز حاجه؟ الباشا حسان بعت لك مرسال مرتين انك لازم ضروري ضروري تروح له. طيب الصباح رباح. لا ده المرسال اكد لازما حتما تعدي عليه الليله. هعدي عليه فين؟ زمان المعرض قافل. ما هو سايب لك خبر تعدي عليه في العوامه. طيب طيب. وبعدين؟ انا حمزه هتروح له. مولا طيب يلا. ما عندكش حاجه تتاكل؟ نوصل مشوار وبعدين ناكل وبلاش قله ادب. ماشي. استبينا يا بركات. استبينا يا باشا. بس خلي بالك الاوراق المره دي كلها هتكون باسمك. اسمي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. انا ليا نظريه في كده يا بركات، عايز اكبرك وهو كله بسبيل الله، ولا انت مش قدها؟ قدها وقدود يا باشا. بس هنرجع لبسبس تاني بلاش منها. قصدي حسنت يا باشا. لا اله الا الله محمد رسول الله. 105 10 بتخليك حلو امال؟ اقل من كده ابقى ماسخ. قلت ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. 3 الاول والسبعة بعد التسجيل. ماشي ايدك. مش اللي المفاتيح يا حلو. مرزوقة زوكة تعرف تركب؟ اركب ايه؟ اركب بس دي. اه ايه هتغرقها يا رخرة؟ سلفني العربية دي شوية اعمل بيها منظر. منظر؟ لا يا عم ايه ده؟ في امانة.
ايه هتوصلها؟ لا هبيعها. هتبيع الأمانة؟ أصلك ما أنتش فاهم، الباشا حسان عايز نبيع له العربية دي وهيدينا 10% والبيع هتتم باسمه. باسمك أنت ليه؟ أصله عايز يكبرني. كبرك ده إيه؟ حد بيكبر حد النهاردة؟ أنت بتشتغل اللي عنده من أمتى؟ أنا بشتغل معاه زهورات بالنقلة يعني لما يكتر الشغل. بقول لك إيه؟ الحكاية دي فيها إنة. إيه؟ فيها إنة. والعمل صح. أنا واقع من جوع ولازم آكل عشان أعرف أشغل الجمجمة. هأكلك أحلى طبق كشري. كشري. لا 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 بلاش شط، دي ملهلبة أوي. حد صبعك فيها وهي طبرة. هي يا معلمة. الشط خفيف. ماشي. ثلاثة دوبل صلصة زيادة. بس خلص. طب ما تحطي له شوية ماشي. جرايه يا سيد. ما تقف قوي وتتكلم عند المار. أنا مستني لما واحدة زيك تعدين. أنا لا زي ولا قد قد ولا يملى عيني حد يا خفيف. بأمارة إيه؟ بأمارة ما هصيح دمك السعادي. مرزوق فيها يا بطل؟ اسأل بسلام. مالك؟ أنا عملت لها حاجة؟ أنا بضحك مع بلدينا. ما فيهاش حاجة يا معلمة، الراجل بيضحك معاك. ده محلك العيش يا ابن والدي. واللي عايز يقرق يبقى يروح القرقوز. حقك عليا يا بطل، ما تزعليش. ماشي، عشان خاطرك انت بس يا اسطى بركات. انما عليا النعمه لو عملتها تاني. يا هتعملي ايه؟ خلاص بقى يا صاحبي. مش هناكل ولا ايه؟ هناكل. اتنين كشري دوبل. بس كتر الناس. بيقرق معاك الراجل مش كده. ماشي يا اسطى. دليا. نعملها معاك. هتبص تعمل القهوه يا من عينيا يا ست كل. سليمة الحمد لله. أنا عارف بيجوا كده إيه؟ مش رايح من الشارع في ناس؟ ناس مين يا عامد؟ دول فاكريننا فراخ. مين الحمار ده؟ ده الكنج يا سيدي. كنج سايز؟ ده الجيار ملك السوق. إلهي ربنا يهده. اتفضل امسك يا اسطى. شكارة حلو. ما قلتليش إيه رأيك؟ صعب. صعب. أنا مش بتكلم على الكشري. ولا أنا. هنعمل ايه في حكايه العربيه؟ سيب الموضوع ده عليا انا، ما تشغلش دماغك. ماشي ماشي يا صاحبي. ايه ايه رايك بالصلاه على جمال النبي؟ عاملك ايه دي بشوكها يا يابا؟ دي بنت بنوت. هم كلهم بيقولوا كده وبعدين يطلعوا في الاخر قلبين العداد. الظاهر الحاج مش جاهز. يلا بينا. يلا. مش جاهز ده ايه؟ ورحمه والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين، انا عندي كفاءه اشتري القلعه بحالها، بس الحكومه توافق. اكلم هالة. يمين الحكومة. يا اخوانا احنا بنتكلم في العربية. عاوز كام بالصلاة على النبي؟ هي صورة ما قلنا لك. كلمة البيع والشير 16 12. اوه يلا يا عم ما تجيبش 8. يلا يابا. ونص. يا عم انت بتتدلع، انت عايز تشتري القلعة. يلا يابا. 15 حلو. يلا بخسارة. يلا بخسارة زي بعض. انت العقل معايا يا جدع. خلاص بقى. ورحمة والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين، ما تكسر كلام صاحبك. قلت ايه؟ على البركة. أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. الباقي ما نسجل. هات خمسة وخلي اتنين عند التسجيل. أعيش وكده كويس. خد فلوسك يا حاج. خلاص مش فاضل منها. خلاص خلاص أهو باك أهو. خليهم اتنين. اتنين اتنين حلوة يا حاج. خلاص. وإيه ده اللي حلو؟ ورحمة والديك إذا كانوا حيين ولا ميتين، ما أنت بترجع كلمة صاحبي. خلاص يا حاج الراجل حلف. ما صح ده ما يحلف يا اخي. الله يعني عايزه يطلق. هو حلف بالطلاق؟ مش لسه حلف بالطلاق يا جدعان. خلاص خلاص ادي باك اهو كمان كده يبقى وصلك 10. صلي على النبي. اسم المشتري. الحجاع على ابو السيد ابن الحجاع علي. الحجاع على ابو السيد ابن الحجاع علي.
بطاقه شخصيه ولا عائليه؟ شخصيه. خلاص احنا مصدقينك من غير ما تطلع ولنا بيانات بس. القصيرين. هما مين دول؟ البطاقه طالعه من القصيرين. القصيرين. نمرتها كام يا حاج؟ 15398. 398. اسم البائع حسين الاشول الشهير بسونه. نمرة البطاقة كام يا سونة؟ 50-60-70. 50-60-70. 80-80. 5. حلو قوي، بالصلاة على النبي كده. ماشي. قد تم الاتفاق على مبلغ 15,000 جنيه. امدح حد. يبارك لنا في البركة. ربنا يكرمك يا رب. النبي انت ابن حلال. امدي يا اشول. امدي يا اشول. والنبي ابن حلال. امدي يا اشول. هنا يا اشول. الأشول. مبروك يا حاج. ده نصيبك يا صاحبي. خد دول. بتوع ايه دول؟ حق النوم والقميص. عيب يا جدع، انت صاحبي. صاحبي وصاحبك هناك على القهوة. على كده انت مالكش صاحب؟ ليه؟ مين؟ صاحبي دراعي وعم قرشي. سلام. مش هشوفك تاني؟ بيصير حي. لا. سلام. سلام يا صاحبي. السجن انا قلبتها الكنده، وبعدين كلهم حبايبك يعني ابناء الرب. طب خد. ايه ده؟ لحمه يا حبيبتي. ثانيه واحده اسلقها. تسلق ايه؟ وتحكها في العالم ده كله؟ دي ما تكفيش كل واحد شامه. وماله؟ ما هي تصبيله برضه. ولا اسفلجي ولا انا. انت خليها له، مش هتكفي. انا هعشيت بره. وماله؟ ما هي حته لحمه هنيه تكفي 100. ولا اسفلجي يا ابني، انت مش هتكفي. معلش يا كوتش برضه يعني. ولا قال لي كوتش ادينا احسن. ازيك يا اسفلجي؟ الله يخليك. الحمد لله. خد يلا، شوح اللحمه دي وقسمها عليكم. ولا اقول لك اسلقها واعمل على مرقتها فته؟ ماشي. شيل منابع يلا. العينيا. خد دول. ايه ساسات؟ هحكي لك واحنا بتعشي. اما في واحد بتاع كباب وكفته. كباب ايه؟ انا هاكلك اكله هتعلب بيها العمر كله. ايه؟ هتاكلني لحمه راس؟ انا هاكلك احلى طبق كشري كلته في حياتك. اقف طابور. اقف يلا. بص لي يا حاج في وشوش العيال دي كده، يمكن تعرف حد منهم. ماشي. اهو يا بيه، هو ده. طلعوه. اللي بعد. الله العظيم، مالكش حق. ازاي؟
خد الاثنين دول على فوق. بتضحك على ايه؟ اصلي بصراحه شكيت انك انت تكون اللي بلغت عني. انا مش عيب يا صاحبي؟ اسمك يا بركات. حسن لاش ولا سعاده البيه؟ وبعدين معاك يا حاج بركات. بطايقكم. مين فيكم الاشول؟ ده هو سعاده البيه. بركات. وبعدين يا حاج ممكن تسكت يا حاج عشان اشوف شغلي؟ شهرتك ايه يا بركات؟ بركوت. نعم اخويا. صحابي هم اللي بيقولوا لي كده. صح صح يا بيه، انا شفت مره واحد في الشارع قال له قال له يا بركوت. انت بقى الاسود ها؟ لا بيه مش ده، ده هو بركات. وبعدين معاك يا راجل انت؟ ما تهمك شويه، اسكت. حاضر. اهو. انت الاسود؟ لا يا باشا، انا الكوتش. فين فلوس يا انت بابا؟ فلوس ايه يا باشا؟ اللي خدتوها من الراجل ده؟ ما انت عيال. انا اول مره اشوفه. وين؟ ومقام سيدي الحلي عمري ما شفته. سيدك مين؟ الحلي. مثبت العقل والدين يا رب. انت يا ابني مش قابض مني 10 بواكي بايدك اللي تستاهل قطعها دي. انت يا راجل متخلف، ايه اللي متعبينه ده؟ لا مؤاخذه يا سعاده البيه، ما حاجه تخلي الواحد يخرج عن شعوره. بقول لك ايه؟ لم نفسك شويه واقعد ساكت، فاهم؟ يعني اشوف حقي بيضيع قدام عيني واقف اتفرج؟ انت هتسكت ولا احبسك؟ اهو بلعت بلغه في حنك وسكت اهو. يعني ما بعتلوش العربيه؟ ما حصلش، ومستعد احلف على مصحف. قالوا للحرام احلف. يعني مفيش فايده معاك يا راجل انت؟ ما تقعد ساكت. اهو الراجل ده بيتهمكم انكم خدتوا منه 10,000 جنيه وبعتوا له عربيه مالهاش دوسيه. حصل الكلام ده ولا لا؟ دي منظر ناس معاها 10,000 مليم يا باشا. ده احنا شحاتين بيه. انت سواب يالا؟ نعم يا باشا. رد على البيت. ماشي. 7-1 يا باشا. هجام. لا سعاده الباشا ومقام سيدي الحلي. امال اتخذت في ايه؟ بابيض يا باشا. الله. لا بيه تعاطي وادمان، لكن ربنا تاب عليا منهم الحمد لله. وانت يا بركوت يا ترى اتخذت باصفر ولا باخضر؟ انا ماليش سوابق. وديت فلوس الراجل ده فين؟ يا سعاده الباشا احنا شقيانين، وانا متراقب وعليا مصاريف، يا دوب يفضل ساعتين في النهار بشتغل فيهم مع الوسطى تباع عشان اجيب حق اللقمه والدخان، وادي دفتر مراقبه يا باشا. سيادتك ممكن تتاكد من عدد الساعات اللي انا بقضيها في القسم. اتفضل سعاده. خدهم يا امين. يفرج عنهم بضمان سكنهم وتحجز السيارة. ربنا يخليك لينا يا سعادة الباشا. يا بيه، أنت هتسيبهم يمشوا؟ مفيش دليل ضدهم يا حاج. وكلام يا بيه؟ كلامك مش دليل. يعني إيه؟ راحوا عليا العشر بواقف عربية مسروقة. ما قلنا لك مش مسروقة، عربية مالهاش دوسيه. يعني انضحك عليا. تقريبا. والقانون لا يحمي المغفلين. لا بقى، لا عاش ولا كان اللي يضحك عليا، ودين الأبخار عليا. صلى على النبي. يا لا اله الا الله. انا عايز معذور. معذور يا باشا. تعالى انت اهو. ماشي. تمام. ايه شيال تعبان ده؟ ده حرام كتير ضحكوا عليه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. خد. لا اله الا الله، ده حرام كتير. والنبي انت ابن حلال، ربنا يسترها معاك يا شيخ. بركات الدم نوري. اخد طاقتي. يلا. تعيش
تعمل ايه؟ سيبنا خلاص على وش المصايب ده. انت تحطط في نفوخك جد؟ وانا عاد فيها نفوخ. انا خلاص ده الحكومه خدتك بسببه يا كوتش. والله ما انا عاد بس يالا لا تديك في وشك. سيبه زوك، سيبه الراجل ما غلطش. بس صدقني يا خوليو انا ما كنتش اعرف العربيه دي مسروقه. العربيه دي مش مسروقه، دي مدفونه. يعني يعني دخل السينا متهربه واتدفنت وبعدين طلع. اما انا طلعت قفص بشكل وعرفتها لوحدك. يلا بينا بركات. على فين يا صاحبي؟ احنا مش كلنا علقه، يبقى لازم ناخد حقها ولا ايه؟ تمام يا صاحبي. طرحوا له، لو دفع يا دار ما دخلك شر، ما دفعش تبرطسوا الكمبيالات في البنك وتسحبوا العربيه، واذا اتلمد تضربوه. مفهوم؟ اللي دخلك هنا يا بركات بره بره، طلعهم بره. ايه شغل العصبجيه ده؟ انتوا فاكرين البلد ما فيهاش قانون؟ انا هبلغ البوليس. ايه يا بركات؟ كنت عاوزني بحاجه؟ عايز حقي؟ لا اله الا الله. هو كلام عيال ولا ايه؟ ما احنا اتفقنا اول العربيه ما تتسجل هيحصل. العربيه مش هتتسجل. وانت ايه دخلك انت؟ الله شريك يا جدع. هو الراجل اللي اشترى عربيه رجع في كلامه؟ ما رجعش. العربيه ما لهاش دوسيه. سقطت ايده يا باشا، ما انت عارف. انا ما اقبلش ان حد يشكك في ذمتي. ما تزعقش قوي كده لو طق لك عرق. انا بكلم بركات، انت دخلك ايه؟ هو مش قال لك شريكه؟ انت بتنسى بسرعه ليه؟ والنبي ما تزعل نفسك يا صاحبي. بينسى. معلش. انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ حقنا. انت ليك عندي 700 جنيه. ادي باكو. وورينا عرض كتافك. لا اله الا الله. عايز ايه تاني؟ حقي. نعم. ما تنضف ودانك امال يا باشا. انا كلمتي اقولها مره واحده. عايز حق ايه؟ اقسم مع زميلك. انا عايز حق العربيه. نعم. 10,000 جنيه. جنيه ينطع جنيه. هقاو اما تشوف حلمة ودنك. ولع على صاحبي. الله انت غيرت سجايرك؟ طول عمري بشربه. ايه ده؟ ايه ده يا مجنون؟ ده صباع محشي بس ينسف قبل المقبض. طب ما انتوا هتموتوا معايا. يلا يا راجل خليها يموت. والله العيشه بقت مره. لا ورانا حاجه، لا عيل ولا تايل. وبعدين عايز اقول لك حاجه، يا نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل. طب طب الفلوس كلها هي. كفاية بقى، كفاية أرجوك. آه يا ولادي الكلب. يلا خلو قسم. لا ده بالناس حتى الله ما بيننا وما بينه. ليه مولانا؟ قال الناس كان ناس يا صاحبي. معلش ما تاخذنيش. يلا خوليو. فلوسك مظبوطه يا حاج؟ على داير مليه. يعني ما انت زعلان؟ ورحمه والديك ميتين او صحيين ما في نفسي اي شيء. صافي يا لبن. حليب يا قشطه. هذه الحلاوه بقى يا حاج. من عناي حالا نجيب السائع. ساعة؟ ساعة ايه؟ الحلاوة 10% زي الحكومة ما بتقول، وعلشان انت قطاع خاص هناخد 15%. نعم اروح امك. ايه؟ تغلط في امي ليه؟ مش عارف تبقى راجل كبير وتغلط في امي؟ ايه رأيك بقى هنخليهم 20%، ولو زودت هيبقوا 25%. مش كده بركوتة؟ تمام يا صاحبي. على البركة. يا
قليل الادب. من كتر الكشري اللي بتاكلهولي متهيألي ان معدتي تطلع لها جب. طب حليلك بقك ببسبوسه. لا انا عايز احلي بعضة لحمه. مالك يا بركات؟ مدلدل ليه؟ الباشا حسان يا سيدي منبه على كل اصحاب العربيات محدش فيهم راكبنا عربيته. هو يعني كلامه ماشي على كل العالم دي؟ زي السيف ده الباشا يا صاحبي. وهتعمل ايه؟ مش عارف. ما تشوف لك شغلانه تانية. واعرف حاجه تانية غير السواقه؟ ده انا مولود في عربيه. هتعمل لي فيها سواق نص الليل؟ خوليو انا مش ناقصك. العربيه دي بتاعت مين؟ بتاعتك العربية دي؟ اه ليه؟ تبيعيها؟ لا. لا ليه؟ اصلا من ريحة المرحوم. جوزك؟ قال اللي ما يشوفش من الغربان يبقى أعمى. وهي لو كانت متجوزة، إيه اللي هيوقفها في وسط السوق؟ مش شاكينا فيها. أنت باين عليك فايق. دي خردة هتعمل بيها إيه؟ لمسة واحدة من إيدي خليها لك عروسة. ليه؟ سحار؟ لا، دكتور ميكانيكي. دي يلزمها شغل كتير. الشغل علينا والسواقه كمان علينا. قلت ايه؟ قالت بخ يا جاري اكلف يا سيدي. نقرا الفاتحه. ايه؟ نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه. ما بتقراش ليه؟ انت هتصلح وهو هيسوق وهي هتقبض. طب انا بقى هعمل ايه؟ دول 200 جنيه اللي اشتبلوه العربية. ماشي. مين دول؟ دول سماسرة الطريق. وال 200 جنيه اللي خدوهم دول؟ فردة؟ يعني. ليه؟ أنا دافع حاجة من جيبي، 100 من المزارع و100 من معلم بلاسي. كل حمولة ياخدوا المبلغ ده؟ كل عربية بطيخ تعدي لازم تدفع لهم. واللي ما يدفعش؟ ما يوصلش. على كده العالم دي تعمل لها تلات أربع بواكي في اليوم. أرزاق يا صاحبي. دول بيكسبوا أكتر من تجار المخدرات. ان شاء الله بمية. انت دافع حاجة من جيب ابوك؟ ده احنا طمعانين في كرمك يا معلم. ليه يا اخويا عدم المؤاخذة؟ فتح حشون اجتماعية ولا الوفاء والامل يا روح امك؟ احنا عشمنا فيك يا معلم تنزل السعر شوية عشان ناكل عيش. كل يا اخويا بس ما تحفش. ده احنا ما نصدق نلم اللي دفعناه. دي سبوبة تخسر ما تكسب. شوف يا حبيبي عدم المؤاخذة اللي ما معهوش ما يلزموش. الكلام اخده عطا يا معلم. عدم المؤاخذة عايز ايه؟ تريحنا في السعر شوية يا معلم. ماشي. قلطة. نعم يا معلمي. شيل اليافطة دي قلطة وحط يافطة غيرها عشان خاطر الحبايب. بكام يا معلم؟
الحبايه باربعه جنيه بالصلاه على النبي وماشي المزيد. اربعه جنيه اربعه جنيه لوكاسيون. بقول لك ايه؟ هي حمولة العربية كم بطيخ؟ 2000 ليه؟ 2000 في 4 ب 8000 جنيه مش كده؟ تمام صح. يلا ده نصيبك يا بطة وده نصيبك يا زوكة وده نصيبك. الفلوس دي مش هتتقسم ليه بقى إن شاء الله؟ هنشغلها لحسابنا. حسابنا في ايه؟ في البطيخ. بس ده مش كارما زوك. بتفهم في الطب؟ ها؟ ليه؟ عشان نفتح مستشفى ولاد. يا عم قول لنا هنجيب منين الرسمال؟ الفلوس اللي معانا بكام؟ دي ما تكفيش غير نعمل جرجير وكرات. ما كفتش نبقى ناخد بالتقسيط. طب مين بقى اللي هيضمن عند المزارعين؟ اسم الحاج رضوان. يطلع مين الحاج رضوان ده؟ ابويا. ما كانش يتعزي يا بنتي، ما انت عارف ان انا مستلف 10 بواكي من البلاء سيه بضمان المحصول وما اقدرش افرط في حبايه واحده. انا عشان من ربنا وفيك كبير يا حاج ابو نعيم. معلش. شوفي يا غالي يا بنت الغالي، انا حاطط حمولتين على جنب من ورا البلاء سي، خديهم. ربنا يخليك لينا يا ابو الحاج. ايوه بس دول مش كفايه يا حاج. معلش يا ابو الحاج، اصلهم شركاتي وعشمانين فيه. وماله؟ بعد الغد نقوم نمر على حبايبنا وجيراني ونشوف عندهم حموله ولا اتنين، واول مره تفوتي على النعايمي وعرب السد واجهور. هم كانوا حبايب المرحوم والدك ويتمنوا يخدموكي. ايوه بس بصراحه يا حاج الفلوس مقصره معانا شويه. يا ريت يا ابو الحاج تضمننا عندهم، وانا مستعديه اكتب لهم الكمبيالات. اقصى عليكي، مش عيب بنت الحاج رضوان تشتبني في ضهري وتقولي الكلام ده. ده والدك الله يرحمه كان كل زرعه يرمي 5-6 آلاف جنيه، لا يخلينا نكتب وصل ولا ياخد قرش واحد فايده. يلا يلا خش مع الحريم حضري لنا لقمه ناكلها. مصر في الطريق. يعني ايه بقى؟ ما تشغليش بالك. بركات جاهز يا صاحبي. مع الماء ابيض بالصلاه على النبي. شخل معيش يا خليل. ما تعطلناش يا بلدينا، شخل لجيبك. جيبي مخروط. ده باين عليك جديد في الخط. جديد ولا قديم؟ احنا هنناسبه. اسمع بلدينا، هتدفع المعلوم هخليك تعدي. هو انا هعدي القناه عشان ادفع؟ الله، ده باين عليك غلباوي وكتير الكلام. فرج العربيه بالهداوه بس يا معلم. تعالى بس، عايز كام؟ 200 جنيه تعالى لحدهم لك. تعال معكش ولعه؟ معايا. خليو لو بتيها راحت فداع رقبتك، فاهم؟ حاضر يا كوتش. حاضر. Thank you.
بركات بلاش الدم. عشان خاطري بلاش يا بركات. خوليو. نعم ايه؟ هات حبل قربة الرجالة. بركاتة. اوصل لابو نعيم. خليه يجيب العمدة والغفر ويتكلم المركز. انا هجيب لهم الحكومة كلها. تبنا يا بلدينا. صلاح النوبة. عشان خاطر الست. طب شخلل. نعم. شخلل جيوبك عشان تعدي. ما هو. خوليو. قلبهم. طلع كل اللي معاهم. وعلى اقل من مهلك. معلم. كده بيوتنا هتتخرب ومحلاتنا هتتقفل. وبدينا 100 بطيخه بساعه امبارح. يفتح الله. طب خليهم 50 يا معلم. الله. انتوا هتقلبوا دماغي ليه؟ ما السوق قدامكم التجار كتير ولا مفيش غير يعني؟ هو في حد من التجار يقدر يكسر تسعيرتك يا سيدي المعلمين؟ جدع يالا. ولما انتوا عارفين كده بتضيعوا وقتكم وتوجعوا دماغي معاكم. ملناش بركة إلا أنت يا معلم. خلاص. عدم المؤاخذة الحباية بخمسة جنيه. ده كده كتير يا معلم. الزبون مش هيدفع ما دام الحكومة سعرته. خلاص يا حبيبي. روح اشتري من الحكومة. صلي على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. خد فكرة واشتري بطيخة لبكرة. باتنين ونص. تعالى بص. باتنين ونص. يلا بينا يا علي. يلا بينا يا معلم. تعال بص اتنين ونص. تعال بص اتنين ونص. تعال بص اتنين ونص. اديله 100. اديله 100. 150. 150. اتنين ونص. اديله 175. 75. اتنين ونص. 150. 150. تعال يا ابو تعال يا ابو العربيه اللي بالسعاده اتنين ونص. قول لاخور مين قلت ايه؟ 150 اتنين ونص. وتعال يا ابو اتنين ونص. تعال يا ابو اتنين. خمسة ستة سبعة ثمانية عشر 12 تعال لو بص. يلا انت قوم من هنا. احنا واقفين في ملك الحكومه. هو احنا واقفين في ملك ابوك؟ ابوك ابوك يا روح امك. ايه يا معلم بلاس؟ دول عيال مرازية عايزين يبيعوا في السوق ما معهمش ترخيص. ولو سبناها مفتوحة عدم المؤاخذة على البحري هتبقى سويق. معاكم ترخيص؟ ايوه يا بيه اهو. مين فيكم رضوان؟ ده ابويا سعادة البيت والبضاعة دي بتاعتنا. ما الترخيص سليم اهو يا معلم. أمال إيه الحكاية؟ أنا واقع في عرضك. أنا في عرضك يا سعادة الباشا. احمينا من الراجل ده عامل معروف بقى. فيه اتكلم. عايزنا نبيع له حمولته العربية عشان هو يبيعها في السوق السوداء. أنا؟ أيوة أنت. وإحنا بصراحة مش عايزين نبيعها له. أنا. شفت يا بيه رمي الجدة يا بيه؟ جدة يا ابني. الله 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 عيني. في عرضك يا حكومة. في عرضك. في عرضك يا باشا. في عرضك يا سعادة الباشا. في عرضك. احترم نفسك. حوطوا العربية لحد ما يخلصوا بيع. وأي حد يتعرض لهم أي حد خدوا على النقطة. أيوة يا فندم. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك. كل واحد على حال سبيله. يلا. 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 اتنين ونص. تعال بص اتنين ونص. تعال بص اتنين ونص. تعال بص تعال بص. طب اتنين وبس. اتنين وبس. ليه بقى يا صاحبي؟ يلا خلي الفقير ياكل. اتنين وبس. تعال بص اتنين وبس. جرى يا باشا؟ انت سبت كار العربيات ولا ايه؟ لا اله الا الله يا معلم.
من سكاره اتقل مقداره. الله، امال عدم المؤاخذة بتحاربنا في رزقنا ليه؟ معقولة يا معلم؟ ده احنا بنكمل بعض، انت تبيع الفاكهة وانا اشيلها لك. الله، امال الواد اللي شغال عندك عرفنا في السوق ليه؟ واد مين يا معلم؟ اللي اسمه بركات. هو فين الكلب ده؟ اشوفه عشان اقطعه باسناني واشرب من دمه. ليه؟ عمل فيك ايه عدم المؤاخذة؟ ناسع مني 10 بواكي هو الواد صاحبي. معقولة دي؟ حد يلسع من الباشا بريزة؟ وده اللي حصل لما برج من نافوخي حيشت. الله، يعني دي مش أول عملية يعملوها العيال دول؟ أكيد مسنودين. هيكون مسنودين من مين يعني؟ هيكون من غيره. قصدك الملك؟ انتوا جننتوا ولا ايه؟ الكينج لما يحب يلعب ما يلعبش بشوية عيال زي دول. أمال عدم المؤاخذة سايبينهم طايحين في السوق ليه؟ نعم أخويا، وأنت إزاي سايبهم بيلعبوا في السوق؟ من غير ما تمنحهم ولا على الأقل حتى تدينا خبر. أيوة، ما هو لا إله إلا الله، ما قلت لك إن الملك ما يعرفش الولدين دول وكان لازم نديله خبر. وأنت ما بلغتوش ليه على العشر بكاوي اللي لسعوهم منك؟ عشر بكاوي؟ طلعوا مين الولدين دول؟ واحد اسمه بركات والتاني اسمه مرزوق. مرزوق؟ مرزوق ده اللي حرق الخمارة بتاعت مشري؟ ازاي ما مش مكسوفين من نفسيكم؟ عيالين ما يسووش نكلة يلعبوا بيكم بالشكل ده؟ من مصلحتكم يا بهوات ان الكينج ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده، وإلا هيكون موقفكم زي الزفت. ده احنا افتكرناهم من رجالة الكينج. المأشفين دول استحالة طبعا. يعني عدم المؤاخذة نشوف لنا صرفة معاهم؟ لسه بتسأل يا بلاقسي؟ ليلتك سعيدة. مع السلامة، اتفضلوا. الو، انا امين يا كينج. سمعت سيادتك اللي حصل في السوق؟ اي خدمة. اهلا يا معلمين، افتحوا الطريق. مش لزوم يا معلم. هاي الشاي والدخان، امسك. خيرك سابق. امسك لاديك في وشك. ماشي. افتح الطريق منك له. طريق السلامة. طب ليه؟ بمزاجي. طب ما وسعوا لنا من غير ما ندفعوا. ابص لقدام. Thank you.
باشا؟ طيب انا حصل أرضى 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 انت على غلطه. يا معلم جاهز الرجال؟ حاضر يا معلم. سيل تتهموا مين بحرق العربية؟ ربنا هو المطلع يا سعادة الباشا. يعني ما انتش عارف مين اللي حرقها؟ احنا لو نعرف نقول يا سعادة الباشا. مش كده بركات؟ كده يا صاحبي. مش كده بطل؟ يعني ما بترديش يا بطل. على ايه بيه؟ مين اللي حرق العربية؟ معرفش يا بيه. يقفل المحضر في تاريخه ويقيد الحادث ضد مجهول. السلام عليكم. منين يا عم دور شارع وانت كده بتصلي على جمال النبي؟ حاضر. يلا يا عم. ها
عربيات الباشا دي هو في نقل النهارده؟ معرفش. الله، طب يلا بينا نشوف في ايه. السوق لازم يكون راجل، والراجل ما يسيبش نفسه للعيال تلعب بيه. احنا طول عمرنا رجاله يا ملك. بأمارت ايه؟ ما اتاخد من مخازنك شحنه التفاح يا بلاسي، ولا عربيتين النقل اللي خدوهم العيال وفكوهم وبقاهم خدك وكلت البلح. هي دي الرجوله يا رجاله؟ ما هو عدم المؤاخذه خدونا على اخوانا يا ملك. كنتوا فين؟ نايمين على بنك وانتوا ورجالتكم؟ لا اله الا الله، دي أول غلطة يا كينج. كل نهاية ولها بداية يا باشا. ما هو عمره ملوش سعادة. أمين؟ أيوة كينج. هات لي العيلين دول من تحت تقطيع الارض. السلام يا رجاله،
ده انا دايل حديكوا. ايه اللي حدفك علينا؟ فعل خير. بأمارة ايه؟ صدقني انا افتكر لك يا بصله وكل عبده بدمعه. حلوه صاحبي. وراس ابويا يعني غرضي مصلحتكم. خلصت جاي ليه؟ امين بيه بعتني عشان بيبيع ايه ده؟ واه ده فوكاته كبير ومتصيط ودراع الملك اليمين وكلمته تسوق لوف. ما يدخلش لذمتنا مليم يا اخوانا، ده راجل زين ومستنظركم. بقول لك ايه، اللي عايزنا يجينا. صدقني انت وهو ده قاعد مستنظركم. ايه خلاص انت، انا جيت لك بنفسي يا اكسلانس. عايز ايه؟ مش انا اللي عايز، الكينج هو اللي عايز. وادي الكارت بالعنوان. راسي تعبان. ما هو اللي عايزنا يجينا. الكينج مستنيكوا في الفيلا بعد ساعة. نصيحة أخوية، اوعوا تتأخروا على الكينج. ما تروحوش، ده مية من تحت تبن. ده اللي قتل أبويا. قعد يتودد له لحد ما أمنه وراح نادى على دعيته. قلبه ما استحملش الحسرة مات. ما تروحوش عشان خاطري، ما تروحوش. بس مش زينا يا صاحبي. لا زينا، بس عرفوا السكه منين. اهلا وسهلا، جاست اون تايم. ايه يعني ميعادكم مظبوط، اتفضلوا. اهلا، اهو مرزوق اللي قلت لك عليه. نارو ابيض قشطه. اهلا حبيبي. ربنا يكرمك، طول عمرك ذوق والله العظيم. جيجي افندم يا ملك، حضر لهم كاسين. حاضر. على فكره انتوا مديونين لي. ليه بالصلاه على النبي، احنا لسه شربنا حاجه؟ العربيتين بتوع الباشا حسان اللي سرقتوهم وبعتهم خرده في وكاله البلح. انت بعت حاجه يا صاحبي؟ ومقام سيد الهلول، انا لو كنت شفتهم كنت ادفعهم. لا غير البضاعة اللي سرقتوها من مخازن البلاسي قبل ما تحرقوه. الله، طب انت مالك ومالهم عمنا؟ بتاعتي. نعم يا اخويا. الله، انت سامع اللي انا سامعه وبركتك؟ انا مش فاهم حاجه. ولا انا يا صاحبي. الوكاله والاجنس والجراج والمخازن كل دول بتوعي انا، والفلوس فلوسي انا. على كده الباشا حسان والبلاسي دول فاترينا. بالظبط. عرفتوا بقى انكم مديونين لي؟ قوم بينا يابا، ده الداخل هنا مفقود والخارج مديون. استنى يا مرزوق، انا مش هاخد منك حاجه. انا هديكم. هتدينا ايه؟ الوكاله والاجنس والمخازن كل دول هيبقوا باسمكم. قصاد ايه؟ 10% من الربح عشانكم. والباقي؟ الباقي للكينج طبعا. اتفضلوا. انا بشرب مفتوح. وانا بشرب معسل. دي فرصه العمر. بالنسبه لمين يا شاب؟ ليكوا طبعا. ليه؟ حد يشتغل مع الكينج ويقول ليه؟ ليه؟ انا قلت اللي عندي، قولوا اللي عندكم. هما اللي قبلنا كانوا بياخدوا النسبه دي. ايوه. موافقين؟ النسبة دي ما تنفعناش. عايزين كام؟
50-50 20 40 30 اخر كلمه والمهله 5 ثواني. هات العقود عشان نمضيها دلوقتي. امسح العربية مسحة كويسة، أنا عايزها مراية تشوف فيها وشك. أيوة بركاتة، أنا الفلوس عندي جاهزة، أنت عملت إيه؟ المحامي جهز العقود وناقص على الإمضاء. تعدي عليا ولا عدي عليك؟ إيه؟ نتقابل هناك يا صاحبي. سلام. مش كفايه بصل برضه لحسن؟ تعبنا ولا ايه؟ لا مؤاخذه يا بهوات، نسيت اصل اللي اتعود على ريحه الكولونيا تتعبه ريحه البصل. الله، ايه الكلام اللي ملوش طعم ده؟ عندك حق، ما هو اللي عيني عيني. وهو معقول نقل عليك انت يا بطه؟ واشمعنى يعني انا اللي خططولي؟ لانك مننا وراسك براسك. جاب لي جاب يا بهوات. الله، واحنا بنعمل ده عشان مين يعني؟ عشان نفسكم. ما تغيرش. وعشان انا؟ ايوه انت. انت ناسي انك انت شركتنا؟ بأمارة ايه؟ بأمارة الفتح والعربيه والعيش والملح اللي كان ناس سوا. ولو انا لا يمكن اتعرف بدم ابويا واحط ايدي في ايد اللي قتله. ومين قال لك بس انك هتشتغلي مع الجيار؟ انت هتشتغلي معانا، هنعمل الشغل مع بعض. فين بقى يا اخويا؟ في الوكاله مكان البلاقسي ولا في ال الام اف بي؟ ده هو صراصير ده يا مرزوق. لا، ده مكتب استيراد وتصدير. الام اول حرف من مرزوق، والاف اول حرف من فضل، والبي بركات. انا هبقى مشغول في الوكاله وانا في الاجانس. لذلك قررنا انك انت تبقى المديره. لا ما ينفعش. هنعلمك. ما بتعلمش. شغال الجمجمه. هبوظ لك الدنيا. انا ما ينفعش. ايه يا كمان؟ مش فاهم يا اختي. ايه ده؟ غير طيب انا هوريك. ده مكتب بركات. وده مكتب زوكر. ده بقى مكتبك يا سيادة المدير. لازم نحلم بالحاجة عشان نحققها. بفلوس الجيار؟ كل مليم هتصرف على المكتب ده من شقانا وعرقنا. ويلا بقى عشان خلو هيعدي عليك يوديك عند الكوافير. ليه؟ هنروح فرح؟ لا، حفلة عند الجيار. اجبل جيجي سكرتيرته. أنا؟ أنا أدخل بيت الراجل اللي كان السبب في موت أبويا؟ ده لا يمكن أبدا. اللي عايز يحارب واحد لازم يعرف عنه كل حاجة عشان يعرف يضربه فين. كان على عيني. ماشي. ايه ده؟ الولاية الشروقة يا جدع، ده تموت فيها. اوعي تقربي ناحية النار. حلو يا صاحبي. لذيذ، يجنن. اديني تاني يا مرزوق بيه، برطشني. ابرطشك قوي قوي. وانا كمان. الله الله الله. يا عمرو. ايوه كده ما تشوفش. ايدي ايديلو. ايدي ايديلو. ايدي Thank you.
الله يا رب ربنا تصل وتر ما يبحبك. ان شاء الله قدامك بحبك. مرزوق اخبار الكينج ايه؟ اقول لك وتديني ايه؟ اقول لك وتديني ايه؟ اديك ايه؟ اديك عجوه. هاي المكسب هيبقى حوالي 100,000 جنيه. ايوه بس هنجيب 10 طن فراوله منين؟ هنجيبهم. هنجيبهم ازاي؟ بالعافيه؟ لا مش بالعافيه. بحاجه تانية. ها قلت ايه يا شوقي؟ دول كلهم 10 طن عمي. خلاص مش عايزه. قلت لك مش عايزه يا شوقي. واعمل حسابك بقى تبات الليله دي عند امك. ايوه يا ستي حاضر حاضر. يعني اقول لمرزوق بيه ان طلبه جاهز؟ ايوه حاضر حاضر. مع السلامه بقى عشان عندي اجتماع دلوقتي. ها مبسوط؟ حد يشوفك ويزعل؟ طب عمولتي فين بقى؟ عمولتك؟ عمولتك جاهزه. وبنت بلد واي راجل يتمناها. طب ما تقول لها هي الكلام ده. انا لا قصدي صاحبك. يعني يعني لو اقول لها توافق؟ الست اللي تلاقي راجل يحبها وما تحطوش في عينيها وتغطيه برموشها تبقى عبيطه. يعني موافقه؟ احيانا جرايه يا خلو. في ايه؟ مفيش. أنا بقول بقى نبدل القهوة ونجيب شربات. قلت إيه؟ حلو، جيت في وقتك يالا. عندي ليك خبر بمليون جنيه. أنا اللي عندي ليك أحلى خبر. إيه؟ إيه رأيك يالا؟ حلوين قوي. ينفعوا الشبكة؟ ينفعوا؟ دول حتى كتير، ده أنا أبويا شبك أمي بقمع سكر.
شبك امك مش شبك بطه. لو انت هتشبك بطه؟ اه يعني دونا عن بنات الخال ما لقيتش غير بطه. ايه مالها؟ في حاجه تتعيب؟ الشهاده لله ما فيهاش حاجه تتعيب. امسك دي وتعالى ورايا. بلاش بلاش يا كوتش. بلاش ليه؟ اسمع كلامي، بلاش المشوار ده من اساسه. انت شارب حاجه قد ولا ضارب حاجه ولا عامل ايه؟ يلا بطه مش ليك يا مرزوق. بطه ما بتحبكش. تقول ايه يا بطه؟ ما بتحبكش يا كوتش. انا مفيش مره ما بتحبنيش الا بطه. دي الحقيقه يا كوتش، بطه بتحب واحد تاني. بتحب مين انت؟ بتحب مين؟ بتحب مين يا بركات؟ بركات دي مؤامرة. ده رابع عطا يدع مني الشهر ده. مين الشركة اللي خدته؟ مين؟ الام اف بي؟ مين اصحابها دول؟ ايه؟ امين؟ هات لي مرزوق وبركات حالا. تحت امرك يا كينج. مليون ونص دولار. ما انت عارف يا كينج ان احنا ما بنشتغلش في العمله. انا مش عايزكم تشتروهم لي، انتوا هتدفعهم لي. انت مزنوق فيهم للدرجه دي يا كينج؟ لا ده حقي، مكسبي، نصيبي في عمليات التصدير اللي عملها مكتب الام اف بي. بس دول اللي مالكش فيهم يا كينج. كده اهو بالبساطه دي. انتوا ناسيين انكم برافان باترينا بتشتغل لحسابي؟ طبعا يا كينج، بس بالصلاه على النبي بقى، العمليه دي ما اتعملتش في البرافان ولا في باترينا، ده مكسبنا احنا مش كده يا صاحبي؟ الله 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 الله، والله النمل يطلع لسنان اهو. الله، وليه الغلط ده بقى؟ شوف يا عم، عشان لا تغلط فينا ولا نغلط فيك، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. يعني ايه؟ نفضها سير ونفض الشركه. امين، خد منهم مفاتيح الوكاله والاجانس. الله، هو انت ما قلتلوش يا بركوتة؟ ما انا نسيت يا صاحبي. ليه كده؟ مش احنا بعناهم يا كينج؟ بعتوهم؟ لمين؟ الام اف بي طبعا. دي سرقه، نصب، احتيال. عيب يا كينج، احنا ما بنسرقش. امال ده اسمه ايه؟ تشغيل جمجمه. ومحامي شاطر. بقى كده. بس انا عايز افهمك حاجه. هتضرب هنضرب، هتكسر هنكسر، هتحرق هنحرق، ومش برجالتنا، بايدينا. اما حته عشوه تجنن. ده احسن واحد بتاع لحمه راس في مصر. بس احنا طبقنا في الاكل جامد قوي يا كوتش. طب حس كده بقى لما تيجي نهضم. ماشي يا صاحبي. ماشي داي، انت ناسي ان ورانا شغل بكره. سامح بقى يا صاحبي، الحكومه امرت. تصبح على خير. وانت من اهل.
بقى يا صاحبي. ما تيجي نهضم يا جدع. بلاش، احسن الحكومه تزعل. سلام يا صاحبي. مع السلامه بركات. سلام يا خوليو. مع الف سلامه. اطلع الطرب. ما تيجي نروح يا كوتش احسن. اطلع الطرب زي ما بقول لك. اطلع معاك يا كوتش. لا روح انت، بس عدى عليها بكره بدري. مين يا عمر؟ بطل بطل بطل، ايه اللي جابك هنا وجيت هنا ازاي؟ كله تمام يا ملك، ماشي يا كينج. امسك
شوكولاته. شمر شمر. معزفت اللي جوه لساك عمال يعافر جوه. تاني انت اديته كم حقنه يا دكتور؟ دي التانيه يا اخي. يا ريت تدور العلبه كلها وتخلصنا. لا لا لا، المكس اللي فيها كتير وممكن يموته. يا ريت يا بيه، نبقى ارتحنا منه هو كمان يرتاح. بس جابك هنا؟ انت بتعملي ايه هنا؟ بركات بركات، خدني البركات. صفي كل حاجه. هو انا المحامي ولا انت المحامي؟ انا محضر لك كل الاوراق. مفيش شركه، انا حر يا اخي. انت شريكي بنصيبه ايه دي؟ على مهلك على مهلك. وليك عين توريني وشك تاني؟ تهدي، ما تستهدى بالله يا بني ادم انت، وافهم منها الحكايه. اخلص انت يا دين الكلب. لا ده انت باين عليك ناقص رباية بقى. فوليو، ما تستهان على طول لسانه. معلش انا هشرح له كل حاجه. هتشرحي لي ايه؟ واحده في حضن عشاها وفي سريره بتعملوا ايه يا بنت يا بنت الحسب والنسب؟ بركات فوق واعرف انت بتكلم مين. بكلم مين يعني؟ واحده سكاكيه من بتوع الشوارع. اخلص بره بره. انا همشي، بس قبل ما اخرج عاوزك تفهم حاجه. أنا عمري ما حد لمس مني شعرة واحدة، لا رضا ولا خصمانية. برا! كلمنا أنا هنا، فين مرزوق؟ راح في 60 داهية. ثلاثة بالله العظيم لو حصل لمرزوق حاجة ما هيكفيني قصادها رقبتك. فكرة شيطان يا أمين، جات لك منين؟ تلميذك يا كينج. كلها حقنتين ثلاثة ويبقى مستني ميعاد الإبرة زي المجنون، بعد كده نرميه في السوق زي الكلب. مش عايز اسمي يتلط. متخافش يا كينج. كل شيء ماشي حسب القانون. عشان اللي يفكر بعد كده يقيم راسه في السوق يعرف انه هيحصل له زي مرزوق. انت بتخرج بتقول ايه؟ هي دي الحقيقه صدقني. الجيار حاول يفرق بينك وبين مرزوق، خطف فاطمه وبنجها وحطها في صغيره، وبعد ما بعدك عنه استفرد بيه وخطفه. الحق صاحبك قبل ما يضيع.
شيل معايا كل على مالك اسمع مش من مصلحتكم ان الكينج يعرف خلاص خلاص انا هتصرف مين يا جيجي مبروك يا ملك مرزوق مات فين وبقينا فين دلوقتي يقدر يخرج وياكل اللي هو عايزه تسلم ايدك يا براكوتا يا ريتك اتقطعت قبل ما تمد عليك يا صاحبي ازاي يا جدع ده انقذت حياتي مرتين لا مش ممكن يا اساتذه الاسعار دي ما عادتش تنفع وما تنسوش ان انا لوحدي في السوق بس اللي هيقدر يورد لكم بس يا جار بيه ارجوك ما تقطعنيش مع العود العربين توصل كاش الشركه اللي هتبعت شيكات مش هبص في طلباتها مع السلامه بس كده هنبيع سمك وميه يا كينج دي صفقه العمر بالنسبه لي يا حلوه يا كينج يا كينج المزاد فاضل له اسبوعين اتنين ممكن شركات تانية تخش تنافسنا وفي الحالة دي بقى الشروط الجزائية ممكن تنسفنا نسف مجنون مين اللي هيفكر يقف قصادي في السوق بعد اللي عملته في مرزوق يا امين بطلت بسم الله الرحمن الرحيم فتح المزاد على جناين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وبحضور كل من السيد وكيل وزارة الزراعة والسيد وكيل وزارة الإصلاح الزراعي والسيد مندوب وزارة الخزانة والسيد مندوب الرقابة الإدارية وقد تحدد السعر المبدئي لفتح المزاد 500,000 جنيه مين يزود؟ أمين أيوة كينج أنا مش قلتلك محدش يدخل المزاد ده؟ لا أنا مربط مع كل التجار محدش يزود عن السعر اللي سيادتك حددته وبعد كده كله ينسحب عشان المسائل تمشي قانونية 501,000 501 حد هيزود 502 502 ايوه يا ساده 504 504 مين هيزود 506 506 ايوه يا اخوانا مين يزود 525,000 525 حد هيزود 525 ما حدش عايز يزود 525 مليون مليون ايه ما بتسمعش حضرتك دافع تأمين المزاد يا فندي باسم مين باسم الحاج ابو نعيم مليون ومئة الف ومئتين الف مليون وتلتمئة الف وخمسمئة الف 2 مليون ونص 3 مليون ونص 4 مليون كينج معناش سيولة كافية 6 مليون
يعني ايه حضرتك قلت كام؟ 6 مليون، 6 وجنبيها 6 صفار. حضرتك عارف ان الدفع نقدي او بشيك مقبول الدفع وفوري. خوليو خش. مليون، حد هيزود؟ 6 مليون. مبروك يا مرزوق. مبروك علينا كلنا. مش كتير المبلغ ده يا صاحبي؟ واحنا دافعين حاجه من جيب ابونا. امال مين اللي هيدفع؟ شغل الجمجمه. مش فاهمك يا صاحبي. الشركات هي اللي هتدفع عشان هي مضطره لده. مبروك يا مرزوق. الف مبروك يا ملك. Thank you.
مكلف. انا ماليش دعوه مرزوق، انا كنت سايق العربيه بس، ده البلاسي والباشا هم اللي ضربوا النار، مش انا، مش انا. وبعدين امين بيه هو اللي مسلط لي، امين بيه هو اللي طلب مننا كتير، دي اوامر الملك. انفارتك، انا بعرضك يا مرزوق، انا مش ريق يا مرزوق، انا صعب، عملت علي يدك يا مرزوق، بلاشي يا مرزوق. انت عامل ايه يا مرزوق؟ حط على يدك عشان ولادي يا مرزوق، حرام عليك. بلاش يا مرزوق، لا لا يا مرزوق، اوعاك يا مرزوق، لا 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 ازازه الويسكي يا بلاسي. تعالى يا باشا. زمان ما شفناش سوا، انما النهارده بقى يا حبيبتي. يوه ده وقته يا عالم. معلش يا حبيبي، هذا احلقه واجي لك جاي. هتعمل ايه؟ انا احذرك يا مرزوق، احذرك ده يبقى السبق اصرار وترصد. مرزوق قانون العقوبه صريح جدا في الناحيه دي. الماده 132 بتقول مرزوق ايه؟ مرزوق ايه؟ لا لا ارجوك، لا لا لا.
لكن هنا اسمها قوطة. خلاص انت حر قوطة قوطة. يا مجنونة يا بنت المجنونة يا قوطة. هي مجنونة بس مش بنت المجنونة ولا حاجة. طب اقول لك ايه؟ بدمها مجنونة كده ما تيجي نبيعها قدام مستشفى المجازين. اخرب عقلك، دمك زي العسل.
وباين عليك ابن حلال وهتنفعني باذن الله. انا دراعك اليمين. اديني كيلو بطاطس يعني فرجان. عينيا الاثنين. تسلم عينيك. استنى انت يا فرجان ما تتحركش. وعندنا كوسه حلوه قوي، شوف الكوسه عامله ازاي، تنفع للاطفال. اديني كيلو كوسه. والطماطم تلاقيها النهارده ما تلاقيهاش بكره. ناخد 2 كيلو. طبخين لحمه النهارده؟ اه. ما تاخده محشي معاه يرم العظم. لا دي شله كبيره قوي. وماله؟ اوصلها لك لغايه البيت. واي خدمات اخرى؟ افندم؟ لا مفيش. شوف الكوسه عامله ازاي؟ الحمد لله جبرت وبقت حاجه عالي. هو كده حلو وعالى يا سحسنين، وشك حلو عليا. الله يخليك يا عم فرجاني. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هسيبك دلوقتي واطلع على سوق الخضار اتسوق خضار بكره. وانت بعد الحمار ما ياكل تجيب العربيه وتيجي على البيت، او بالمره تتعشى معانا. الله ربنا يكرمك يا عم فرجاني. طيب. الله ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامه. طب كنت هجر ايه ولا حاجه؟ هتعمل كل اللي بالفلوس دي كلها ايه؟ انت على قطع لهناك. كوبايه الشاي تقيله ولا؟ احسن واحد دماغه تقلب حبتين. والسح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه. السح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه. انت يا اخينا اخينا هو حسنين ما جاش بالعربية ولا ايه؟ لا ما جاش يار. يا ترى ايه اللي اخره؟ لما حته نومي حمار راح فين؟ ده كان مربوط. ايه اللي فات يا حمار؟ يا حمار انت رحت فين يا حمار؟ لازم بقى سبقني على البيت. طب مش كان يستنى لما نروح سوي؟ اما حمار صحيح. فين الحمار؟ ايه؟ فين الحمار؟ قال هو ما جاش هنا؟ هنا فين؟ هنا في البيت. بتمن يا جدع انت؟ فين الحمار؟ ما تخافش، هو تلاقيه بيقضي مصلحة وجاي على طول. انت عبيط يا جدع انت ولا بتستعبط؟ فين الحمار ومين اللي فك الحمار؟ وانا مال؟ لما يجي بسأله. اسأله؟ ده انا هروح في جسد الداهية. يا ولا ولا محمد؟ بس يا ولا بس اسكت انت. هو هي بلد ما فيهاش حكومة ولا ما فيهاش حكومة؟ بس يا ولا ولا مش عايزين تعشوني يعني؟ اوعى حد يبقى حاجة فيكم. يا خال. مفيش يا خال، اسمع كلام يا حسنين يا ابني. احسن حل انك ترجع بلدك. انا ماليش حد في البلد يا خال. يا ابني افهمني، لقمه العيش هنا صعبه، لازم تشتغل وتشقى، انما هناك اللقمه سهله. يا خال انا ماليش حد غيرك يا خال. والله يا حسنين يا ابني انا عملت اللي عليا وزاده شويه كمان. قول بقى انك انت خايف من مراتك. ايه؟ هو في حد ما يخافش من مراته؟ طب ده بيخاف سلم. طب ما تبعتها البلد تخوف الفراخ بدل الحكومه بتصرف المصاريف الجامده دي. بقول لك ايه؟ خد يا حسنين دول ومنصر موقف التاكسي الاجره وليك رب اسمه كريم. ما تخلي يا خال. زي بعضه. هات يا سيدي انت ما صدقت. الاجره يا فندية. لما نوصل بالسلامه يا اخينا. ادفع الاجره يا اخينا قبل ما نوصل، بنزين يغلى، دفعت الاجره مضاعف. قال انا كان معايا 2 جنيه دلوقتي راحوا فين؟ دور عليهم زناد. ده خالي لسه مديهم لي دلوقتي. امال انا بطلب الاجره مقدم ليه؟ ما كل يوم يطلع لي واحد زي ده ويعمل عليا الاونطه دي. عيب يا اسطى ما يصحش كده. انزل بقى يا اخويا انزل. اديني هنزل يا اخويا ما تسوق. اديني افتح لي الصخمطه دي وحياتك. بتفتح من ايه؟ يلا يا اخويا روح يا اخويا. اعوذ بالله. يلا امشي امشي. جاب الناس الشروق كمان ان شاء الله يطلع لك فرد بلجيكي ياكلك انت وعربيتك كمان. يلا يا اخويا.
طب ده الميه انت واللي يعرفها لما تبقى تجاه تحت منك. اصحى ممنوع النوم هنا. ايه؟ ممنوع النوم هنا. قال هو بيشتهي بيت ربنا؟ قال معزوم في بيت ربنا. بس ما تنامش. حاضر. اصحى يا بلدين. اصحى احسن افرشك بره. حاضر. طب يلا قوم بره بقى. يلا بره. روح انت يا سيدنا، انا مش هخليه ينام هنا. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. طبعا انت جعان نوم. ايوه انا جعان نوم قوي. ما تيجي معايا وانا نايمك. بتتكلم جد والنبي صحيح؟ طبعا صحيح. لا يا ابويا، لا يا ابويا بلاش. ليه؟ كان هتقول لي انام نظير كذا وانا يعني مفيش فلوس خالص. يا سيدي الناس لبعضيها. قوم قوم قوم. تمام، مقطوع من شجرة، واقع من على النخلة، وحالته أنفشة وشكله أنشطة. طب ما جهزتوش ليه؟ إن شاء الله، بس ما نجوه شوية والصباح رباح. ماشي. يلا يا سو 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 سكر. أنت بتتكلم كده ليه؟ مؤاخذة، أصل ال سي 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 ما بتجيبش معايا. اتفضل أنت. مؤاخذة يا معنانا. علبة سجايرك اهي عشان بعد ما تاكل تحبس. كمان ده كرم كبير قوي منك يا سي خليل يا ربيع. يا سي حسسانين يا برطوشي، اسمي خليل الغبي مش خليل النبي. ماني عارف، بس كل ما بقولها لك اقول يعني مش معقول امك سهمتك الغبي. بقول دي يعني خلينا في السرير احسن. بيعملوا ايه للولد ايه يا سي خليل يا حمار؟ الغبي يا حسسانين. انا بالمؤاخذه الواد ده بيدوله شهاده. شهاده؟ شهاده ايه بقى؟ شهاده هياكل منها ذهب. انا مش فاهم. بيعملوا له عاهه انتكه. انتكه؟ انتكه ايه؟ غزق عين هياكله الشهد. غزق عين هياكله شهد؟ الشمال بس. ولما يبقى فل ومتريش نخزق له التانية ويبقى كده خد البكالوريا. بكالوريا؟ بكالوريا ايه؟ بكالوريا التسول يا روح قلبي. الناس كلها بتاكل من عرق جبينهم، هنا ياكلوا من عرق عاهتهم. من عرق عاهتهم؟ حلو. حلو قوي يا سي خليل يا بهيم. يا خليل يا غبي. واللي حظه حلو بقى يقع في سكتي اشقطه. اجيبه هنا نديله الشهاده الملائمه اللي تلائمه ويبقى طاقه القدر اتفتحت له. ايه
اني حزور الست ام هاشم وسيدنا الحسين واتكل على الله اخذوا الحلزوني واروح بلدنا. روح. ايوه هروح. تروح. اصل انا طول عمري فقري وكنت يعني فاشل في الكتاتيب والمدارس فما كنتش بروح يعني ما بحبش انا مش عايز شهادات. انا وادخل الحمام زي خروجه يلا. يا انت احنا هنديلك لصنص مره واحده. يا سيدي انا مش عايز، انا فرحان انني جاهل، انا مش عايز شهادات. اسمع كلامي يالا، اللي هيجرحك دلوقتي هتاكل بيه مرقه رون بعدين، عارف مرقه رون؟ اسمع كلامي، محدش عارف يكلمك بعد كده. يا سيدي انا اللي عايز اكلم حد ولا حد يكلمني؟ هو دي ده حاجه يعني. انا مش عايز اكلم حد، انا مش عايز شهادات يا سيدي. انا يتيم وامي ميته بلهاش كام يوم، سيبوني اروح. العمليه كام يا غبي؟ 156. قطع الرجل. رجلي، هاتولي رجلي، هاتولي رجلي، انا اروح فيكم في داهية. انا عايز رجلي. الحقيني يما، الحقوني، انا عايز رجلي. هاتولي رجلي، انا اروح فيكم في داهية. بس يا جماعة هو. اهلا سي جمعة. بتعملوا له ايه ده؟ بنعمل له 156. مين اللي قال كده؟ ده انا طرطور بقى، ده انا مش موجود، ده راحت المراكز. هو العيال هنا علقها؟ ده انا شاع. ما احنا بنعرف نتصرف يا معنانا. مفيش معنانا، ده انا دكتور جمعه، وميت مره قلت محدش يتصرف من غيري، واذا كان مش عاجبه سيد هاموش بتاعكو ده، انا 100 مؤسسة تتمناني. في ايه يا استاذ؟ ايه يا هاموش؟ ايه يا سيد هاموش؟ خلاص؟ مفيش استعبار للدكتور؟ ازاي هتكسروا رجل اللوح ده من غير ما شرطي؟ فيه لوح، رجله تتكسر برضو يا بهايم؟ ما انت غايب بقالك كام يوم يا استاذ. انا اغيب زي ما انا عايز يا هاموش. انا ما بغيبش كده انت. انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم، عشان اخطط. انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ، مش لعبة. ايه؟ طب خلاص انت اسس لنا بقى وشوف نعمل في الوقت ده ايه. بس ما تقولش واه. سيبوه دلوقتي. انت بتكلم اكبر خبير للشحاتين في البلد، بتكلم شخصية. استاذ النماذج تقف قدامي كويس. اديني نظرة شمال. اديها لك في ايه؟ اديني نظرة شمال. اديها لي شمال. تعال لي. لف لفتين. ايه؟ لف لفتين. انت عايز تعمل ايه؟ لف لفتين. وريني. شكله مش بطال. كويس. ده تعملوا له 2112. يا نهار ازرق، يا نهار ازرق، يا حزن الحزن. ايه في ايه؟ اذا كان 156 قطع رجل، امال 2112 هتقطعوا لي ايه؟ ما تخافش يا ابني، ما تخافش. انت هتبقى مهم جدا. انا هرسمك رسمه من غير اذيه. هتذبحوني على البرد؟ لا هنذبحك ولا هنعمل فيك اي حاجه ولا هنعورك حتى. انت شكلك بائس، يعني نموذج معين. على فكره انت نظام ارحمه. ايه؟ ارحموا عزيز قوم زل. ده نظام ارحمه عزيز قوم زل
واقف على النص يا برنس، واقف في شموخ راسك فوق، ايوه زي البرنسات كده لفوق، وريني ومادد ايدك، مادد ايد كده تمدها الناظر بيشوف ضوافرك في مدرسة. انا اقول لك كده، مادد ايدك كده وثق، هتسمع كل الناس وهتشوفهم بعينيك حواليك بيعيطهم يقولوا ده ابن ناس، ده من عيلة، ده متعصل، وبدل ما يدولك شلن هيدولك عشرة. براو عليك يا استاذ، براو عليك. احنا عندنا هجز كبير قوي في الاماكن الشيك، قال ايه، وبنبعت صبياننا في الاماكن الساكن، يعني شحات بيشحت في شحات. انا عمري ما شفت شحات لابس كده، ما تقطعوني الزكتة دي. اخرف خالص، اكرهك لو اتكلمت. فاهم ولا مش فاهم؟ طيب انت بتتكلم خالص. طيب حاضر، طيب حاضر. طب اقول لله يا محسنين، انا صوتي حلو اغنيها حلو قوي. نعم جاي بتغني؟ انا لو عاوز شحات يغني كنت جبت عبده كفته وفرقته، وعارف اوقفهم فين. مين؟ عبده كفته. خالص مش حاضر اتكلم خالص. راسك اللي فوق برنس، ايدك قدام. لا يخرب بيت ابو اللي زعلك. الهي ربنا يكرمك، الهي ربنا يخرب بيت اللي زعلكم. الهي يا رب. اهلا اهلا اهلا. الهي ربنا يكرمك يا شيخ، الهي ربنا يكرمك. الهي ولا انت ولا رايح فين يا مجنون؟ البس النظارة وقف مكانك. الجنيه طار يا خليل. مالكش دعوة، طار ما طارش الجنيه هيوصل حالا. الله ربنا يكرمكم. الله يا سيدي الجنيه اهو، وادي ابن حرام. ايه الموضوع يا خليل؟ ومين الهلفي دي؟ وانتوا طلعتوا من ايه؟ مالكش دعوه، انت شوف شغلك، بلاش لماضه، مفيش اثناء العمل بوس. الهي يا رب ربنا يكرمكم. الهي يا رب، ما تجيب حاجه، مش شايفاني عاجز، ما تجيب حاجه لله. الهي ربنا يكرمكم. ناقص 3 جنيه 75 قرش. انت بتقرطصنا انت فاهمنا ايه؟ انت عملت النهارده 28 جنيه و 16 قرش. الله، وعرفته ازاي؟ اطلع بالباقي. ايه؟ اطلع بالباقي؟ ده انتوا ولاد جنيه. احنا الاولاد جنيه، عامل 28 جنيه و 16 قرش. 28 جنيه و 16 قرش في اليوم الاولاني، ده نجاح باهر للشخصيه، ده سوكسيه، البركه في النضاره. انما انتوا يعني هتاخدوا الفلوس دي كلها؟ ايوه احنا بناخدها. انت قاعد عبيط ولا بتستعبط؟ الواني انت هنا مجرد موظف، تاكل وتشرب وتتكسي وتاخد بوكت ماني. فوكت فاني ايه دي؟ يعني مصروف جيبه روح امك. احنا ورانا مصاريف جامده قوي. ببقى بقى جايب لكم 28 جنيه وتدوني جوز جنيهات بس؟ انت فاكر نفسك شحات صايع؟ انت مركز، انت بتتكلف، مصاريفك كتير قوي. ايوه، عندك مصاريف الدكتور اللي بيعمل الشحاتين، عندك مصاريف مدير اداره الشحاتين، عندك الفتوات اللي بيحموا وقفتك، عندك مصاريف شخصية وخلافه. نهاية الأول انت هنا عبد المأمور، تلعب كده ولا كده؟ هتروح في الفاسكونيا تاخد لك نفس؟ لا اتعشى. عشو؟ بقول لك ايه، على فكرة تشتغل اكتر تاخد فلوس اكتر، احنا ناس حقانية ما نحبش ناكل حق حد ابدا. يعني خدهم قد كده على قلبك، كبدأ الميه لما تتجقر من تحت منك.
سيبه سيبه. ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم، ربنا يكرمك. طب يا استاذ يا استاذ. ايه؟ ايه دي؟ ايه الورقه اللي انت مدهاني دي؟ دولار يا حبيبي. ايه؟ دولار. هرر؟ ايه الهرر دي؟ لا شوف اما اقول لك، خد الورقه دي واديني مصري، انا بدعي لك بالمصري وهتخش الجنه بالمصري، يبقى تديني بالمصري. غريبه انت بتشوف ايه؟ انت مش اعمى؟ انا اعمى في كل حاجه الا الفلوس. خد الورقه دي واديني بالمصري، انا قابل منك اي حاجه ان شاء الله شيل حد. هدي هدي كويس. هتشوفت وانت من اهله، ربنا يكرمك ويستر عرضك وتخش الجنه انت ومامتك. ده كده حلوت قوي. نخلع بقى. زي كل مره ولا هتغير النهارده يا بيه؟ ايوه زي كل مره يا متر. قال لي قول انت متر ولا متر الا ربع. حلو. يا سلام، قال يعني السقفه مقطعه بعضها قوي. الحساب من فضلك. 3, 4, 5, 6 جنيه و20 قرش. كم؟ بقول لحضرتك 6 جنيه و20 قرش. الأكل اللي أنا أكلته ده بستة جنيه؟ وعشرين قرش. ليه؟ قاعدة في الشيراتون ولا في الهيلتون؟ حتة لحمة قد كده مشوية وشوية سلطة بستة جنيه؟ من فضلك يا أنسة، عايزين الحساب من غير منادى. طب مش كنتوا تقولوا لي؟ هنقول لك إيه بس؟ قولوا لي ان انتوا غاليين كده. يا ست احنا لا غاليين ولا حاجه، الدنيا كلها مولعه، من فضلك بقى عايزين الحساب. وانا يعني لو كان معايا كنت قلت لك كل الحكايات اللي بحكيها لك دي. يعني ايه بقى؟ يعني انت فاجئتني. اخ، دخلنا في الدحليق. لا دحليق ولا نيلي، الحساب عندني. عندك انت ده ايه وانا بشحت؟ مالهم الشحاتين يعني؟ ومع ذلك يا ست لا بتشحتي ولا نيلي. خلاص الناس لبعضيهم. ايوه بس انا ما اقبلش انك تدفع لي الحساب. يا ستي بردهم لي بعدين. ردهم لك ده وانا اعرفك منين؟ لما اقرع ونزهه صحيح. الله 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 الله، انت هتلبخ. مش احسن ما ياخدك يحبسك؟ ايوه يحبسك. امال يعني عايزه تاكلي بلوشي؟ لا مش قصدي، بس قصدي خلاص انا يعني هدفع الحساب. ما هو اصلا الحساب كام يا نادل انت؟ 7 جنيه و20 قرش. انت مش لسه قايل 6 جنيه؟ الله، جرايات التهانم. مش شي بقشيش برضه؟ انا ما ادفعش بقشيش. انت هتدفعي حاجه من جيبك؟ انت مخك زينخ ليها يا جدعين؟ لزوم ايه هلات الوقت؟ وقلت لك الحساب عندي. متشكرين يا سعاده البيت. اهدي الزباين ولا بلاش. تعال هنا، انت رايح فين؟ ايه عايز حق المواصلات كمان؟ لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي انا ابقى اجيلك فين عشان اديلك فلوس؟ يا ست بيدعي لي بيهم دعوتين. ليه؟ شحات على باب السيده؟ انت حاطه نقرك من نقر الشحاتين ليه؟ انت كمان كلامك غريب قوي. انا كويسه وبنت ناس كويسين، واللي حصل ده ظرف طارق. مين طارق دي؟ ها؟ مين طارق؟ لا ده انت بتعرفي تضحكي اهو. المهم ابقى اجي لك فين عشان ادفع لك فلوسك؟ عايز علولي يعني؟ مثلا. انا ساكن في الرصيف نمره 5. نعم. مصممه؟ جدا. انا هتغدى هنا بكره. لا يا عم انا ماجيش هنا تاني. يا ستي خلاص، هما يعني هياكلوكي بالعافيه. خلاص يبقى ميعادنا هنا بكره. طيب بعيده بقى. وانت من اهل؟
مسكويت ما تجيب لي عيش مرحرح ولا حاجة. انت يا نادلي ايه الايه اللي هناك دي؟ ومعايا الكومي يا ويكي. مرة واحد يضرب تلفون قام صعب عليه. حلو حلو ما تلعب العب. مرة جاء واحد جه يقعد على قهوة قامت لسعاه. حلو. بالكم في بلدنا بيسخنوا الطير على العمدة عشان يستحمى في الشتاء. شوية معننا ايه؟ شوية ومعايا واد كمان. تمام. بقول لك ايه؟ الراجل الكبير. الراجل الكبير مين؟ هموش. مال؟ متكيف منك قوي. كل يوم في العالة يا عم وكل يوم وماشية معاك حلاوة طحنية. تحريت ايه ومشي ايه؟ ما انتوا مش راضيين تفتحوا مخكم معايا. بجيب لكم في اليوم دلوقتي 50-60 جنيه ولا بنشوف حاجة. الله 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 الله، انت هتفجر بقى ولا ايه؟ خليك عاقل ما تبقاش طماع. انت يومياتك النهاردة وصلت 13-14 جنيه في اليوم. عمر جد جدك ما شمهم. ما ينفعوش يا خليل. بقول لك ايه، ورانا مصاريف كتيرة وراجل عمال يزودك كل يوم، ما تبقاش نصيبك النهاردة. 14 جنيه؟ مالهم 14 جنيه؟ مالهم؟ انت كنت بتشوف الريال توقع يا راجل على رأي المثل. كان فجره وطلع لبره. هات هات يا سيدي، احنا قلنا حاجة. هات اشرب يا حسنين وطلع من مناخيرك. من يد من اعدمها يا جزمة. صارمة؟ ايه قلنا صارمة؟ انا اسمي صارمة يا سيدي. ما فرقش كتير، وريني والله ما تفرق كتير، حتى الجزمة احسن. امسك يا بلغة. يا ربنا يكرمك، يا ربنا يخليكم، يا ربنا يكرمك. على قد ما تديني ربنا يديك 10 مرات. تديني جنيه ربنا يديك 10 جنيه. تديني 10 جنيه ربنا يديك 100 جنيه. تديني 100 جنيه ربنا يديك 1000 جنيه. تديني 1000 ربنا يديك 10000 جنيه. إلهي ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم. إلهي ربنا يكرمك يا سيد. كنت قدامي. اهدي ايه يا جدع انت؟ بقول لك كنت قدامي. اكون قدامك في ايه؟ ما سيبنا اشوف شغلي. شغل مين يا متسول؟ ايه متسول دي؟ انت بتغلط ليه؟ سيبنا يا جدع اشوف اكل عيش. اكل العيش متسول؟ وانت مالك انت؟ اتسول زي ما انا عايز. ليه الحقد دي؟ عايز تتسول ما تتسول. كلم الحكومه. متسول؟ حكومه ايه؟ انت مين؟ مش عارف انا مين. انا بوليس اروح والدك. كنت قدام على العربيه بجرك من الاول. الله، وهتاخدني ليه بقى؟ هما مش بيصرفوك. اخلص. انت مش بتاخد قبيض؟ لو قلت كلمه تاني زي دي هعمل لك قضيه غير تسول. ده بينها جد يا خليل يا غبي يا هموش. امشي قدامي. اهلا. خش يا اخويا خش. اهلا. خش. الله، انت فريني؟ ايوه. امال يعني يا خليل الغبي وهموش بيقولوا انهم بيرشوا؟ دول كدابين، انت بتصدقهم؟ كدابين؟ هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟ الحمد لله على السلامة يا خليل يا غبي. سلامة. ايه؟ مالك بتنفخ ليه؟ حملة. حملة؟ خدوا 5 من رجالتنا. ايه دي الحملات؟ أمال كانوا فين اللاذقية بتوعنا؟ كل واحد بيسلك نفسه لرزقه. يا دي النحس. ده غيظني ان ده موسم. موسم وكل ده من كلام الجرايد. كل يوم ملهمش شغل غيرنا. كل يوم يقول لك امنعوا المتسولين من اجل السياحه والسواح. كل خربوا بيتنا، خربوا بيتنا. خلاص خلاص، معلش معلش. خد فلوس وروح ادفع لكل واحد كفالته. اتفضل. تشكر اشاوشني. روح يا شيخ، ربنا يخلي لك امك واولادك. قوم يا ولد، قوم امسك. خد البرشامه دي وانت هتبقى فل الفل. امسك يا ولد. الحمد لله، كتر خيرك. انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. يا راجل ما تقولش كده، ربنا يديك الصحه انت بس. هو صحي الواحد دلوقتي زي ما يكون بني ادم.
زي ما تكون ايه؟ بني ادم. قال امال انت ايه يا ولد؟ جاموسي؟ ده انت بني ادم ونص. اللي مبوظ الدنيا انك انت تكسب مهما تكسب وما بتغذيش روح، ما بتبرش نفسك يا جزمه. صرمه. ايه؟ صرمه، اسمي صرمه. بقى بتموت وزعلان قوي عشان خاطر غلطنا في الجزمه والصرمه؟ انما انت اختك اسمها ايه؟ شبشب؟ ما بنخاف نصرف. نسحب بحق وحقيقي. وخايفين من ايه؟ ما كلها اشحات. يا اخوانا انتوا مهما صرفتم على نفسكم مفيش خوف. الارزاق بيد الله والرزاق موجود. كلامك حلو قوي، واحنا هنعيش مرتين. مش كده؟ حسبهم لمين يا عباد؟ صرمة. ايه؟ صرمة. حسبهم يعني في صفايح كده الحكومة زي ما بنسمع يا صندل؟ صرمة. خلاص يا اخي. الله. ما احنا برضه ما بيدخلناش كتير، كفاية الفردة اللي بياخدها هموش اللي معاه. ايوه يا جدع، مستغلين لاخر استغلال. وشوفهم ادي احنا مرمين رمية الكلاب ولا حد سأل عننا. على قولك. طيب ليه كلام تاني معاهم ولاد الابلسي؟ كلها ليلتين في الحجز يا حسنين. كم؟ ليلتين. يحزن. طيب. 6.5 جنيه، 7 جنيه و20 قرش، وشيلن بقشيش. ها؟ برضه مش هتاكلي حاجة يا مدموزيل؟ لا مش واكل، أنا مستنية واحد. طيب. ما جاش ليه؟ هو مش بيجي كل يوم يا اسمكي؟ هو مين ده؟ الأستاذ ده اللي دفع لي الحساب امبارح. لا يا ست، ما بيجيش كل يوم، ده بيجي أيام. دي وقعت إيدي بس، أنا عايزة أديله الفلوس اللي دفعها لي. القعادة على الترابيزة معناها الأكل يا مزمزيل. طب خلاص، روح هات لي واحد كريم كراميل. الله، أنت هتحلي قبل ما تتغدي؟ أنا حرة يا أخي. طيب. اسمع يا اسمك ايه؟ نعم. هو ال الكريم كراميل ده بكام عندكم؟ ب50 قرش. الواحد؟ لا النص. طب هات لي نص، اصل انا عامله رجيم، قالوا لي ما تاكليش سلطه ولا لحمه ولا اي حاجه اكتر من 50 قرش. يا ترى انت فين يا اسمك ايه اللي دفعت لي الحساب؟ الافراج وصل يا معنانا. خش يا تعالوا فرحين، بيتكم خيمه بقى كده تقع كلكم. انت ليك وش تتكلم يا سهموش انت؟ اخرس انا، ما تكلمش المعنانا بالطريقه دي. انت اللي تخرس يا غبي. محدش من ايدك. ما تقولش واد، ما تيجي تاخدنا كلامين. مش دلوقتي. الله 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 الله، ده انت فارد صدرك قوي. قعدتوا تنيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا ان كنتوا حاميني وحاطين الكل في جيوبكم واحنا متخفينا صدقناكم. الواد لازم يتهدم يا معلم. بس اسكت يا بغل، حد ما بغل كده واسمه عزيزه يا كلب. سيبه تماما، كان برضه ابننا وتلميذنا. تلميذ الندامه، تلميذ شغلنا سافله بنت 60 كلب. حق علينا اللي علمناك الشغله، وبقى عندك صنعة محترمة تاكل منها عيش بعد ما كنت صايع. دي شغلة محترمة دي؟ ده الحرامية أحسن مننا. على الأقل الحرامي بيسرق عين عينك ومعروف إنه حرامي، لكن إحنا بنسرق الناس بسم الله، بنقول لله علشان نطلع اللي في جيوب الخلق. والله بريء مني ومنكم يا حوش. اللهم طولك يا روح. خلاصة الكلام إيه دلوقتي؟ خلاصة الكلام بدل ما اعترفت إنكم حرامية ولا 60 كلب يبقى ناخد حقوقنا. ما انت بتلهب تلت اللي بتجيبه دلوقتي يا ابني. ايه هتلهب التلت ده يا غبي؟ تديه لامك. امي؟ انا ما بتكلمش عن نفسي وبس، انا بتكلم نيابه عن كافه الشحاتين المحترفين زمايلي، وانني اليوم لابد. اوعى يا ولد. انا بقى ادي التلت لامي. ويبقى سلم لي عليه. هاتو والسلام امانه يا غبي. اوه
سيبوها سيبوها. عايز تعمل لي عاهة؟ عايز نشحت؟ حطوه حبس انفرادي. ينصر دينك، انت فتحت عينينا على حاجات ما كناش نعرفها ابدا. ربنا وياك. Thank you.